بسم الله الرحمن الرحيم. لكم أخي معالي الوزير حجي أبو بكر أودونغو من هذا الوفد خالص التهاني على تولي بلادكم جمهورية أوغندا الشقيقة رئاسة حركتنا، والشكر موصول لكم كذلك وعبركم إلى كافة السلطات الأوغندية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وعلى الجهود المبذولة والترتيبات الموفرة لضمان نجاح القمة الهامة التي نحن بصدد التحضير لها. كما لا يفوتني أن أشكر وأن أهنئ جمهورية أذربيجان الشقيقة على قيادة أشغال حركتنا بكل نجاح وبكل اقتدار، وكذا على جعل آثارها محسوسة وتأثيرها محسوبا في منظومة العلاقات الدولية. ومن هذا المنظور تتطلع الجزائر إلى هذه القمة كفرصة ثمينة أخرى لتحقيق انطلاقة جديدة ومجددة للدور النشط والفاعل والمؤثر لتكتلنا هذا في ظل السياق الدولي الراهن المثقل بالتحديات والتهديدات على شتى الأصعدة وفي جميع المجالات. انطلاقة نريدها أن تضفي زخماً جديداً على القيم والمبادئ والمثل التي قامت عليها ومن أجلها حركة عدم الانحياز، والتي أثبت الظرف الدولي الراهن مدى حاجته إلى الاستلهام منها والاقتداء بها والاحتكام إليها. وانطلاقة نريدها أن تخدم الصالح العام الدولي وأن تسهم في التخفيف من حدة التوترات المتصاعدة ومن خطورة الاستقطابات المتزايدة على الساحة العالمية. وانطلاقة نريدها أن تضغط من أجل قيام منظومة دولية متوازنة وعادلة، منظومة تضمن الأمن والاستقرار والرخاء للجميع، ومنظومة تنهي التهميش الذي طال أمده بحق الدول النامية وتستجيب لاحتياجاتها وتطلعاتها وأحلامها وطموحاتها. وأخيراً وليس آخراً، انطلاقة نريدها أن تعزز تقاليد التعاون والتآزر والتضامن بيننا، وأن تقوي التزامنا الجماعي بنصرة القضايا العادلة لإنهاء الاحتلال وتصفية الاستعمار وتكريس حقوق الشعوب المضطهدة عبر المعمورة. ومن جانبها فإن الجزائر تلتزم أيما التزام بالمساهمة بكل جدية وبكل مسؤولية في تحقيق هذه الانطلاقة الجديدة، والعمل من موقعها بمجلس الأمن في سبيل الحفاظ على مصالح حركتنا وترقية أهدافها ومبادراتها. ومن مجمل المسائل التي تطرح نفسها اليوم بإلحاح واستعجال كبيرين، فإن هذا الوفد يتطلع إلى موقف قوي وحازم من قمتنا المقبلة حول القضية الفلسطينية التي تمر بمرحلة يمكن وصفها على أنها الأخطر والأدق في تاريخها. هذه القضية بحاجة إلى دعم أكبر من قبل حركة عدم الانحياز، التي وبحكم ثقلها المعنوي والأخلاقي وتأثيرها السياسي وبناء على مواقفها الثابتة والمشرفة بهذا الخصوص، بإمكانها المساهمة في تعزيز الضغط الدبلوماسي نحو وضع حد
لآلة القتل والدمار الإسرائيلية في قطاع غزة، ومحاسبة المشرفين عليها، وتسريع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة كحل جذري والنهائي للصراع برمته. فالشعب الفلسطيني الذي ألهم المعمورة بتضحياته الجسام وبصموده الأسطوري لا يستحق منا أدنى من هكذا مواقف، ومن هكذا مساعي، ومن هكذا ضغوط لوضع حد نهائي لعقود من اللا مساءلة واللا محاسبة واللا معاقبة التي مكنت الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني من إلحاق أبشع الأضرار وأفظعها بأحقية وشرعية ومشروعية المشروع الوطني الفلسطيني التاريخي. وفي هذا الإطار، فإن مبادرة جمهورية جنوب إفريقيا برفع دعوة ضد الاحتلال الاستيطاني الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بتهمة شن حرب إبادة في غزة تستحق منا وتستدعي منا كل التقدير وكل الدعم وكل الثناء، فهي الخطوة الصحيحة في الاتجاه الصحيح. أما فيما يتعلق بتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية تحديداً، فإننا نثمن أيما تثمين ثبات حركة عدم الانحياز على موقفها الأصلي والمتأصل في دعم حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير وفقاً لما تنص عليه قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة الصادرة سواء عن مجلس الأمن أو عن الجمعية العامة. وعلى صعيد آخر، فإن هذا الوفد يدعو إلى تفعيل المواقف المتقدمة لحركتنا حول عملية إصلاح منظمة الأمم المتحدة وإعادة الاعتبار للعمل الدولي متعدد الأطراف، وكذا تقوية إسهامها في وضع العلاقات الدولية القائمة في مأمن من تداعيات القطبية الضارة بمصلحة الجميع وسياسات القوة التي تخل بركائز السلم والأمن الدوليين. فقناعاتنا تبقى راسخة أنه لا مستقبل للبشرية إلا في ظل التعاون المثمر والاحترام المتبادل والترابط المنصف تحت قبة هذه المنظمة الأممية الجامعة، وفي ظل الاحتكام إلى القواعد والقوانين الخاصة بالشرعية الدولية وفي مقدمتها مجموعة القيم والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة. شكراً لكم سيادة الرئيس.